مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. النار الإسرائيلية تلتهم غزة والجنوب، ولبنان غارق في التخبط والفراغ. القرار 1701 عنوان حركة خارجية مكثفة، فماذا يطبخ العالم للجنوب؟ التمديد لقائد الجيش على نار حامية، ماذا دار بين جنبلاط والحزب؟ مصدر سياسي رفيع للأو تي في حول التمديد، القصة إقليمية ودولية لا شخصية. بين الفضيحة والحل، ضريبة محتملة بالدولار على النفايات المنزلية. الثامنة لربعا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وعبر حساباتنا على X، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، كما تتابعونها مباشرة عبر صوت المدى. يوما بعد يوم يتأكد الارتباط الوثيق بين الملفات الخلافية الداخلية من جهة، والتعقيدات الإقليمية والدولية من جهة أخرى، وآخر الفصول قضية الشغور في قيادة الجيش وعلاقتها بالنزعة الخارجية المستجدة على خلفية حرب غزة وتداعياتها الجنوبية لمحاولة إدخال تعديلات على الواقع القائم جنوبا من بوابة القرار 1701. وفي وقت بات مؤكدا أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل إلى أجل غير مسمى، وفيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس للانعقاد الاثنين المقبل، انشغل المتابعون اليوم بجمع المعلومات حول اللقاء الذي جمع أمس النائب السابق وليد جنبلاط مع المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفي صفا، والزيارة التي قام بها اليوم النائب تيمور جنبلاط لبري، فيما واصلت القوات مزاياداتها السياسية مكرسة تراجعها عن رفضها المبدئي السابق للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي. أما على المقلب الآخر، فنقلت أوساط صحفية عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تأكيده بأن دوافع رفض التمديد لقائد الجيش مبدئية ولو بدت غير شعبية، لكنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها التيار وحيدا في مواجهة الآخرين الذين ينتهون إلى الإقرار في النهاية بأنه كان على حق. وذكرت الأوساط بجواب باسيل للمفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في رده على مطالبته إياه بالتمديد، حيث أبلغه بأن القوى السياسية تستطيع المضي بالخطوة من دون التيار، وأن الأخير مستعد لتحمل الخسارة في هذا الإطار، لكن مع التمسك برفض الحلول الخارجة على الدستور والقانون. وتعليقا على مجموع المعلومات المتداولة صحفيا طيلة النهار والمتناقلة على ألسنة بعض السياسيين من مختلف الأطراف، دعا مصدر سياسي رفيع عبر الأو تي في إلى عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات وانتظار نضوج الأمور، مشددا على أن المسألة ليست ولم تكن يوما شخصية، فهي ذات أبعاد استراتيجية ولا يمكن أن تكون منفصلة إطلاقا عما يطرح على خلفية النيران المندلعة على الحدود وفي المحيط القريب، ختم المصدر. أما النتيجة العملية لكل ذلك، فالتمديد للأزمة اللبنانية بمتفرعاتها السياسية والاقتصادية والمالية، لتتوج بتغييب لبنان مجددا عن طاولة القرار عندما يحين وقت التفاوض على إعادة رسم خطوط النفوذ في المنطقة ككل. البداية إذن من ملف قيادة الجيش واللقاءات المتسارعة على أكثر من مستوى، حيث أفيد عن لقاء عاصف بين الاشتراكي وحزب الله. وصف مصدر مطلع على أجواء الثنائي للأو تي في لقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفي قصفة والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حسين خليل بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالعاصف، لأن جانب حزب الله طلب من جنبلاط تسهيل عملية تعيين رئيس للأركان، إلا أن الأخير رفض، مؤكدا أمام ضيفيه أنه لا يمكنه تحمل عبء هذا الأمر في السياسة من أكثر من زاوية سياسية. وبعد هذا اللقاء، ودائما
بحسب المصدر، ارتفع منسوب التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لأن الأساس بالنسبة إلى الحزب هو تجنب الفراغ في المؤسسة العسكرية، لأن تعيين قائد جيش جديد يلقى معارضة كبيرة من قبل شريحة سياسية واسعة، وكذلك أمر أن يتولى الضابط الأعلى رتبة زمام المسؤولية. ويضيف المصدر أنه بعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس الاثنين، والمعلومات التي رجحت عن أن الجلسة التشريعية ستكون الخميس المقبل على أن تستمر يومين أو ثلاثة، حيث يكون على جدول أعمالها التمديد لقائد الجيش وأكثر من 30 بندا آخر. يقول المصدر هناك عدة سيناريوهات مطروحة، لأن الحزب قد حسم خياره مع أنه لم يعلنه، وهو عدم السير بما يزعج الرئيس ميشيل عون ورئيس التيار جبران باسيل، لذلك الاحتمالات مفتوحة على خيارات عدة، فلننتظر ونرى. ومن الآن حتى الخميس المقبل هناك متسع من الوقت، والله خير العالمين، ختم المصدر. تطبيق القرار 1701 إقامة منطقة عازلة جنوبي الليطاني وسحب فرقة الرضوان من حزب الله، طرح يسوقه الموفد الفرنسي نيابة عن الجانب الإسرائيلي. في المقابل حزب الله يترك إجابته عن صلاحية القرار الدولي بصيغته القديمة إلى ما بعد حرب غزة. نانسي صعب والتفاصيل. نجيب ميقاتي يعلن عن مفاوضات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تبدأ من تطبيق القرار 1701 وتنتهي بحل كامل للحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة. عمليا جاء كلام رئيس الحكومة ترجمة للطرح الذي حمله جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة إلى بيروت، مركزا على القرار 1701 لتتفرع منه كل الملفات الأخرى. بحسب مصدر سياسي فإن ضغوطا كبيرة تمارس على لبنان من أجل تسويق حل لمسألة الحدود تماشيا مع بروباغندا إسرائيلية في نفس الاتجاه حملها لودريان، وتعمل السفيرة الأمريكية في بيروت على تسويقها أيضا لناحية تطبيق القرار 1701 وبالتالي سحب عناصر حزب الله إلى شمال خط الليطاني وإقامة منطقة عازلة جنوب هذا الخط. لا يتوانى المسؤولون الغربيون عن مصارحة الأطراف التي تدور في فلكهم بهدف هذا الإجراء، وهو التركيز على إراحة المستوطنات الإسرائيلية في الشمال والتي سماها المصدر السياسي بمستوطنات غلاف الجليل. لكن أخطر ما قام به الفرنسيون بحسب المصدر السياسي عينه هو ربط التمديد لقائد الجيش الذي حمل لودريان لواءه بتطبيق القرار 1701، إضافة إلى كونه حاجة لأمن أوروبا، وهو ما يضع العماد جوزيف عون في مواجهة المقاومة، خصوصا إذا اعتقد البعض بأن الجيش اللبناني قد يلجأ إلى القوة لمنع أي مظاهر مسلحة جنوبي الليطاني. أكثر من ذلك يسأل المصدر السياسي عن سبب الهجمة المستجدة في موضوع القرار 1701، ولماذا التركيز على ضرورة أن يطبق لبنان هذا القرار من دون أي إشارة إلى مسؤولية إسرائيلية موازية، خصوصا أن حجم الخروقات الإسرائيلية له الذي سجلته الأمم المتحدة يبلغ آلاف أضعاف الخروقات التي تسجلها على الجانب اللبناني. ويضيف المصدر السياسي لماذا لا تهتم الأطراف بتطبيق القرارات الدولية الصادرة منذ بداية الصراع اللبناني مع إسرائيل كالقرار 242 و425 وغيرهما وصولا إلى القرار 1701، وما هو الهدف في هذا التوقيت من صراع لا تزال احتمالات توسعه قائمة؟ تقول المصادر السياسية إن الفرنسيين مقتنعون بأن العودة إلى الواقع الذي كان سائدا قبل حرب غزة من دون تطبيق القرار 1701 بالكامل غير ممكن، وسط تخوفهم من وضع صعب في الجنوب واحتمال توسع الحرب، علما أن الجانب الأمريكي المهتم حتما بأمن حليفه الإسرائيلي مقتنع إلى الآن بأن الأمور لا تزال مضبوطة وبأنه نجح بمنع اتساع الجبهة، وهو أمر ذات أولوية قصوى بالنسبة إليه. حزب الله المعني الأول لا يعلق إلى الآن على هذا الطرح، كما أنه لم يتلقى شيئا بخصوصه بحسب ما تؤكد مصادر مقربة منه. وتقول المصادر إن هذا الطرح فرنسي في الواجهة وإسرائيلي في الخلفية، وأن الإسرائيليين يحاولون عبر الفرنسيين الحصول على مكسب سياسي تحت طائلة التهديد بالحرب على لبنان. إذن تفهم المصادر المقربة من حزب الله طرح الفرنسيين هذا تهديدا، وهي تطلب منع أي عملية من لبنان تجاه إسرائيل وأعطاء الأخيرة قوة كبيرة، بينما لبنان عمليا في حالة حرب. وتعتبر المصادر المقربة من الحزب أن إسرائيل تتحمل عبء مستوطنات الشمال وهاجس إعادة المستوطنين إليها، بالإضافة إلى خسائر فعلية تتكبدها نتيجة عمليات المقاومة. وتضيف المصادر أن ما يطرحه الفرنسيون هو تطبيق القرار 1701 بصيغته القديمة. هل لا تزال هذه الصيغة ممكنة بعد حرب إسرائيل على غزة؟ تكتفي المصادر المقربة من حزب الله بالقول إن الأمر متروك لما بعد غزة.
وبعيدا عن كل ذلك، فإن سؤالا جوهريا يبقى مطروحا، لماذا تريد فرنسا إنشاء مثل هذه المنطقة العازلة من الجانب اللبناني، فيما لا يشير أحد إلى إنشاء منطقة عازلة من الجانب الإسرائيلي؟ وللإشارة، فإن اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر مثلاً يتضمن إقامة منطقتين عازلتين بعمق 4 كيلومترات، أولى في سيناء من جانب مصر، وثانية في جنوب إسرائيل. نبقى في الجنوب، حيث لفت البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي خلال زيارته مطرانية سور المارونية في إطار جولة تضامنية مع الجنوب إلى أن هذا اللقاء أخذ قيمته ومعانيه من كلمة الرب أن السلام عطية إلهية سلمنا إياها الله كي نعيشها ونحققها. وأكد الراعي أنه لا يمكننا كمجلس بطاركة وأساقفة كاثوليك إلا أن نأتي إلى هنا ولو كانت زيارة محصورة بسور لنحيي أهلنا في الجنوب. كما أعرب عن إدانته شجبه الحرب الضروس الإبادية الجارية في غزة والضفة الغربية، وكأننا أمام محو لشعب، مشددا على أننا هنا لنعلن أنه لا يمكن أن نقبل لا بثقافتنا الروحية ولا الوطنية بسحب حق أي إنسان وأي شعب. أنا وجه تحية لكل شعبنا الصامد في الجنوب، صامد بالرغم من كل شيء، لا يخافون شيء، الأنابل بتنزل، العدليات بتنزل، ولكن هم صامدون. كل هالصامدين وانتم منهم، نحن جينا نحييكم اليوم. وشيء قلكم انه نحن معكم صامدين، ومعكم متضامنين، ومعكم بدنا نحمل لواء قضيتنا اللبنانية، ولواء مأساة الشعب الفلسطيني اللي بالأساس نحن في لبنان حاملين قضيتهم من يوم ما بدأت من سنة 48 وعلى مدى 75 سنة ونحن مننادي بقضيتهم وبعدنا مننادي. ولو كانت هيدي الحرب هي حرب إبادية بكل أساس، هي جريمة حرب واضحة، يوم اللي ما في ولا رحمة بالقلب لا للأطفال ولا للنساء ولا للكبار ولا للصغار. الحملة التدميرية أي مبرمجة، صحيح في صوت عالمي بس صوت من شان يعني ما حد يلومه، يعني مش المحل يلومه، بس بالواقع وكأنه في نقول بالعربي دارج أبد باط كفو. لا، هيدا نحن ما فينا نقبل لا باسم الإنسانية ولا باسم شعب له حق، حقه يعيش بكرامة وحقه يعيش بأرضه وحقه يكون عنده دولته. بندفع ثمن أرضنا لأن هيدي أرضنا، هيدي تاريخنا، هيدي حياتنا، هيدي ثقافتنا، واللي ما عنده وطن يتيم. ضريبة جديدة بالدولار على النفايات المنزلية، مشروع قانون جديد أحيل إلى المجلس النيابي، فهل يرى النور؟ ماريا يمين والتفاصيل. حكومة نجيب ميقاتي بصدد فرض رسم جديد على النفايات المنزلية. بحسب معلومات الأو تي في، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اقترح الفكرة خلال درس مشروع موازنة 2024، لكن رئيس الحكومة طلب منه أن يعد مشروع قانون مستقل، وهيك صار. الأو تي في اطلعت على مشروع القانون. الرسم شهري ومحدد بالدولار الأمريكي على أن يجبى بالليرة اللبنانية وفق السعر المحدد من وزارة المالية لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة، والرسم مرتبط بأعضاء المجلس البلدي وبمساحة الوحدة السكنية أو المنزل. ففي المناطق حيث عدد أعضاء المجلس البلدي 15 وما فوق، قيمة الرسم 3 دولار كحد أدنى و12 دولار كحد أقصى. أما بالمناطق حيث لا يوجد مجلس بلدي أو عدد أعضاء دون ال15، فقيمة الرسم 2 دولار كحد أدنى و8 دولار كحد أقصى. الفكرة مش غريبة بحسب المهندس شاكر نون، وهي ضمن خطة النفايات اللي وضعتها وزارة البيئة بين 2017 و2019، لأنه الكنس والجمع ما بغطوا كلفة إدارة المعامل، لكن في خلل واضح بالمعايير المتبعة بهذا المشروع. أنا مع قانون استرداد الكلفة
لكن هذا القانون صحيح فيه خلل. نحن كنا عم نقترح انه يربط بفاتوره الكهرباء، لانه في حال فاتوره الكهرباء هي صفر معناتها الشقه هي خاليه، معناتها ما عندها نفايات. واذا بنوصل لموضوع انه على الميزان احسن واحسن، هلا تقدير هالكلفه في نوع من الغبن للشقق يلي هي فارغه او للناس يلي عم تفرز وما عم تنتج نفايات، وهذا نوع من تحفيز لازم يكون لها واعفاء. انا بقترح انه بهذا القانون يكون في بند اعفاء، شرط انه ما يقدروا يستغلوه يعني بطريقه عشوائيه، وهذا الاعفاء يطال الناس يلي عم تفرز واللي بتثبت انه او ما ساكنه بالشقه او ما عم بتطلع نفايات. هلا بيبقى انه خلينا نكون منطقيين، الكلفه الموضوعه يلي هي بتتراوح بين 2 دولار 3 دولار ل 12 دولار على الوحدات السكنيه حسب شرعيه ومنا شرعيه، يعني على الاختلاف، نسبيا كلفة زهيدة ومقبولة وما هي إلا مشاركة، من الكلفة الفعلية لإدارة النفايات. لا ينكرون أنه رح يكون في عجز لدى البعض بالدفع، ما قد يستدعي تدخل الجهات المانحة، فكيف رح تشبه هذه الرسوم ووفق أي جدول زمني؟ تستوفى الرسوم مطلع كل سنة من قبل البلديات بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض سنوية مقسطة على 12 شهر، حيث لا قدرة على الجباية الشهرية، على أن تعتمد البلديات الرسوم اللي بتشوفها مناسبة نسبة لمساحة الوحدة السكنية. مشروع القانون بيشمل أيضا الوحدات السكنية غير المرخصة وكذلك المؤسسات الخاصة بكافة أنواعها ومخيمات اللاجئين والنازحين، لكنه بحاجة إلى تعديل قانون الإدارة المتكامل للنفايات الصلبة وتحديدا المادة 28 الخاصة بمصادر التمويل، وبمعنى آخر اللاجئين ممر إلزامي له قبل الهيئة العامة، ما يعني عمليا استحالة إقرار الرسم بالمدى المنظور. جولة جديدة لنائب رئيس التيار الوطني الحر ربيع عواد. جولة على عدد من المرجعيات السياسية والروحية لتجديد التشديد على أهمية تطبيق النقاط الخمس التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قام بها نائب رئيس التيار لشؤون العمل الوطني ربيع عواد مع وفد من التيار، وقد استهلها بلقاء المفتي عبد اللطيف دريان، حيث اتسم اللقاء بالإيجابية التي أكد عليها المفتي دريان لعواد لناحية ما طرحه الوزير باسيل. الوفد انتقل بعدها إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ليلتقي الشيخ علي الخطيب، حيث كانت الأجواء إيجابية كذلك. إحنا بوضع دقيق، هذا الوضع بيتوجب على كل اللبنانيين يتفقوا مع بعض، يحاوروا بعض، يتواصلوا مع بعض بما فيه خير البلد. طبعا اليوم العنوان الأساسي هو العنوان القضية الفلسطينية، هو عنوان كيفية حماية وتحصين لبنان من هيدي الأزمة اللي عم بتطال الكل. موقفنا واضح بهالنقاط الخمسة، حقنا بالدفاع عن أرضنا، حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، وحقهم بالدفاع عن أرضهم كمان. نحن اليوم منأكد على موضوع أنه عدم استباحة الأراضي اللبنانية لأي فصيل منه لبناني. وفد التيار الوطني الحر لاقى الإيجابية ذاتها عند شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، الذي أكد أهمية مبدأ الحوار والانفتاح. اليوم استكمالا لجولة الوزير باسيل على كل القيادات، قمنا بزيارة هذا الدار الكريمة وحكينا مع سماحته بكل النقاط الخمسة اللي موجودة بالورقة، واتطرقنا لكل موضوع، وطبعا هذا الموضوع هو جامع، وسامحته أكد لنا على لغة الحوار وبنقاط كتير نحن متفقين بما فيه مصلحة البلد. طبعا دار الطايفة هون كل عمره هو فاتح بابه للعقل، للحوار، للمنطق. نحن منأكد على وقوفنا حدهم مثل ما هن أكدوا على النقاط الخمسة وعلى ضرورة استكمالهم بالعمل اليومي بالعمل التشريعي. أمين الهيئة القيادية في المرابطون مصطفى حمدان أكد الأمر عينه للوفد، حيث كان لقاء بحث فيما يمكن تحقيقه على المستوى الوطني، وختمت جولة وفد التيار عند الرئيس المؤسس لمنتدى القومي العربي معن بشور، حيث كان تشديد على أهمية الاستمرار بهذا الحراك الوطني. والآن إلى أسرار اليوم.
يجزم خبير إحصائي بأن المجموعة الأكثر شعبية بالوسط المسيحي باتت فئة غير المكترثين والساعين إلى الهجرة، على عكس ما يروج له بعض الأحزاب. لا يعطي مسؤول كبير أهمية لأي قرار حكومي أو نشاط نيابي بهذه المرحلة، على اعتبار أنه الجوهر بمكان آخر. يكرر مرجع روحي بأنه على الأحزاب المسيحية أن تعيد تقديم ذاتها للرأي العام بصورة مختلفة شكلاً ومضموناً، ويشجع على نشوء أحزاب أخرى تحمل مشاريع واضحة للمستقبل. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. برعاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثلا بقائد سرية السجون المركزية العميد عبد الناصر الغمراوي، وبحضور سفيرة إيطاليا في لبنان السيدة نيكوليتا بومباردييري على رأس وفد من السفارة، أقيم حفل تدشين الصيدلية المركزية لسجن رومي المركزي. وهذا المشروع هو جزء من مشروع حماية حقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتجاز في السجون اللبنانية، مع التركيز بشكل خاص على السجينات والفئات الضعيفة في لبنان، وهو بتمويل من الحكومة الإيطالية وبتنفيذ من قبل مكتب الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون الإنمائي في السجون اللبنانية، ومخصص لدعم مؤسسة قوى الأمن في التغلب على التحديات المتصلة بالطاقة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية. نظمت كلية الهندسة والعمارة في جامعة القديس يوسف في بيروت في مدرج جان دو كوريه في حرم العلوم والتكنولوجيا في مروكوز حفل افتتاح مشروع تأهيل تقاطع الطرق الواقع عند مدخل الحرم والمسمى رسميا شارع كلية الهندسة، وحفل تخريج طلبة الماستر في إدارة السلامة المرورية. وأوضحت الكلية أن مشروع إعادة التأهيل يجسد الرؤية الجريئة والأثر الإيجابي الذي تسعى جامعة القديس يوسف إلى إحداثه داخل المجتمع، وتضافر جهود الطلاب لإنشاء تقاطع طريق أكثر أمانا وفعالا لأن هذا التقاطع. وأشارت أن عملية إعادة التأهيل هذه ترمز إلى التزام جامعة القديس يوسف بالسلامة على الطرق والمسؤولية كأعضاء في المجتمع لخلق مساحات آمنة للجميع. والآن إلى تاريخ اليوم. ب7 كانون الأول 1988 وبسياق التعديلات اللي أدخلها على خطابه السياسي تحضيرا للمؤتمر الدولي للسلام اللي انطلق بمدريد عام 1991، ثم توقيع اتفاقية أوسلو مع إسرائيل عام 1993، ألقى رئيس منظمة التحرير الفلسطيني ياسر عرفات خطابا شهيرا أعلن فيه اعتراف المنظمة بحق إسرائيل بالوجود وأدان الإرهاب بكافة أشكاله، مطلقا مبادرة سلام فلسطيني تدعو إلى حق دول الشرق الأوسط بما فيها فلسطين وإسرائيل بالعيش بسلام على أساس حل الدولتين. مساء الخير. استراحة جوية رح تستمر لبكرة الجمعة ليعود ويتجدد المنخفض الجوي الجمعة ليلا وبيكون تأثيره سريع لينحسر السبت بالقسم الثاني من النهار. إذا جونا لبكرة غائم جزئيا، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكر عم بتسجل 19 درجة، طرابلس 20، العاصمة بيروت والصور عم بسجلوا 22 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 13، اللقلوق 12، الزحلة 16، وجزين 19 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا بتوصل ل 80%، الريح السطحية بتتراوح سرعتها بين 30 وال 40 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو هي الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للجمعة جونا غائم جزئيا نهارا، بيتحول إلى ماطر وعاصف ليلا، أما درجات الحرارة فبتسجل نهارا 22 درجة. للسبت جونا ماطر صباحا بيتحسن تدريجيا خلال النهار، أما درجات الحرارة فبتنخفض ساحلا لل 20 درجة. للأحد والتنين جونا غائم جزئيا مستقر نسبيا، أما درجات الحرارة فبترتفع لتسجل 22 درجة ساحلا. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس في لبنان. تصبحوا على خير.
نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.